اذا نشوف فيها غاليه انا 65، الناس قاعده تسوم بصح ماشي قاعده تشري. اسمع انا رانا زواوله وفقراء، وكي نشوف النسبه تاع هنا تاع سكارا نسبه قليله تاع زواوله غلبوها النسبه اللي لبس بها. اليوم العلب قد يدير؟ نقول رفروف التالي خلاص دير 450. ماذا هي زايده واحد زوز ملايين على العام اللي فات. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة انتر نيوز. اليوم رانا متواجدين في السوق الجواري الأسبوعي كما يطلق عليه بالرحبة في ولاية سكهراس. جدل كبير حول أسعار المواشي بين هذا وذاك في ارتفاع وانخفاض. اليوم عدسة انتر نيوز سوف تتقرب أكثر من المواطن السكهراسي والموال السكهراسي من أجل معرفة الأسعار الحقيقية وسبب الارتفاع إذا كان ذلك. السلام عليكم. سلام. وش عندك اليوم دخلت السوق عمي؟ عندي كبش ونعجة. وش سموك إن شاء الله؟ أعطوني 65 للكبش. 65 في الكبش. أي. والنعجه؟ النعجه عطاو 5 زوج ملايين. الناس هاي واقفه هاك تستنى هاك تشوف فيهم. انت شفت قبيله تهدر معاه قلت له قلت له اذا نشوف فيها غاليه انا 65، الناس قاعده تسوم بصح ماشي قاعده تشري. برابور الاسعار العام اللي فات والعام هذا معليش 65 تشوف فيها غالي، وما شتيش التعب انت هو، وما شتيش العلب قداه راهو يدير درك. راك تسمع؟ يا المهم تارح بلاش يا وتعب عام عامين وانا تعب عليه، واش رايك يعني؟ يخلص 65 يخلص 3 سنين وسارح بها هو سارح. انت البايع تشوف فيه بلي هو بلي هو رخيص، وانا شاري نشوف فيه غالي. هذه ومن حقك اخي الكريم اسمع، تبع مصروفه هو يبيعه بسبعه ومش يسالك وش وكله هو وش خسر عليه هذا؟ اليوم العلب يدير قداه يدور؟ اليوم العلب قداه يدير؟ نقول رفروف التالي خلاص دير 450 كاين ولا لا؟ يا ودي سارح هذا الحاس. صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد شريتيه قول له هاك شريتيه بثلاث ملايين شريتيه بثلاث ملايين وصرحت عليه عامين والله ما مش تاع السرح مش بالشريحه معليش معليش تشري له ثلاثة قناطر علب وقداه ثلاثة قناطر علب؟ زوز ملايين و100 ألف من الفوق وزيد لها كرسة راك فاهمني ولا لا؟ قداه صبحت الكبش؟ خمسة عامين تعب راح تباطل يسرع على الفارغ غير انت كي تهضر كيما تسمك انت وياك كيف على تهضر كيمك بنسيك وش شاري ما تقولش كيمك انت نشريها انا لا يعرف انا نعرف اخويا السلام عليكم اسمع انا رانا زواوله وفقراء وكي نشوف النسبه تاع هنا تاع سكهراء نسبه قليله تاع زواوله غلبوها النسبه اللي لبس بها فهمتك فهمتك الحكايه درك اللي عنده يحفظ اللي ما عندوش بركة زعما نحكي لك بركة زعما نقول لك دوك كاين الناس راهي تسلب باش تعيط كاين الناس زواولة درك قاعدين يسلبوا باش يعيطوا الرحمة راهي تقطعت من الاخر ها الاسعار طلعت وعلاه ما قلش واش يوكلوا برك ما قلش واش يوكلوا انا شوفها الصماصرة هي اللي خويا اللي طلعت الاسعار الصماصرة هم اللي طلعوا الاسعار تروح تشري من عند مول شيء يهدر لك باسم السوق يقول لك باسم السوق ما يبيعش ليك كيما نقولوا احنا واش تعبه يهدر لك على اسم السوق يقول لك السوق واش قال والسمسار هو اللي طلع السوق برك هذه خويا انا عندي خرافين مربوطه عندي خرافين مربوطه ماكله 60 قنطار صح من عملوا الزرق 60 قنطار تفهم ولا لا درك انا كي نجي يخرج ملايين هذه كلها راهي سمسار بديرها في راسك لا موال ما كانش خرابي ولا سوق راس كاش موال وكل اجيب من الرحبه للرحبه عروا الناس وانا كيما كان وانا نص الشعب ما يخدمش قلت لنا شر ورخي من بعد ما عيدوش من احنا من بعد نتعب عليه واحد يعيد وواحد ما يعيدش دور جاي انا نتعب عليه ونعطيها له ياكلها كيك بلاش يا ونتعب عليه ونعطيها له ياكلها واش رايك انت؟ يتعب انا نتعب تنوض تاع ثلاثة الصباح تنوض تاع ثلاثة الصباح زيك راح نسالك انت تنوض اه جيت تتول مكاس تخلص 30000 في الراس شكون يوقف بها؟ في الليل في الليل شكون يوقف بها برك؟ هم يصبحوا البيت ورقود وكل البيت ناير يجيك يخدم لك في اداره يخدم لك بستيل وهكا ويخلص 5 ملايين ويجي يقول لك العيد غالي اروح اشتري قنطار علف ب 700 ومكس عمك فريد بزوز ملايين وارواح انت بيك علاش كاينه نقطه اسكو الزوالي اللي ما عندوش كيفاش ديروا ما عندهم اسكو تعاونوها تساعدوها ينزل اول حاجه ينزل ربي رحمته راك فاهمني والناس كل تعاون هنا ما كانش في الرحبه اللي ما يعاونش اول واحد اللي يعيد هو الزوالي رانا كلنا في بعضنا ناكلوا من بعضنا ونعيشوا من بعضنا
وبربي ان شاء الله الناس كلها تعيد وزيد يفضل الخير والرحمة. اسمع نقول لك كنا نتبعوا السرقه هذه ونتبعوا المشاكل، نصوم كل نصوم توس دي فولي سرقين كل ونصوم كل ملاح والله كيف نهضر. ربي يجيب الخير وربي ينزل علينا الرحمه في قلوبنا. زعما برسكي ربي اعطانا رحمه، هم ما اعطوا، نحن ما اعطيناش الرحمه لرواحنا.